عايزه اسالك يا حسام سؤال. بيتقال دايما ان البنات بتفرح بالولد اللي عنده علاقات متعدده، علاقات دي حقيقة. مش حب، انا سمعتها كتير عشان قوي. هو هيبقى عارف يقيمها صح، يعني هي لما تبقى كويسه وبتحبه ومخلصه هيبقى هو عارف يقيمها عارف صح. ايه مدي حقيقة. الكلام ده مظبوط؟ مظبوط، زي فيلم إشاعة حب كده، عمر مظبوط. الشريف ولازم على يبقى فكرة، مقطع على فكرة السمكة. انا الكلام ده اتقال كتير قوي كمان بقى عليها. لا معاها يعني. هو هيتوب فهياخدها هي بس. انا ليا راي مختلف تماما على فكره. حين يبقى عارف قيمتها اللي بيتعود ان هو يكون على طول عنده ستات بيفضل على طول عنده ستات. وما زمان وانا صغيره كنت اقول اتجوز واحد ليه تجارب عشان يكون زهق وشبع بعد الجواز، او اخده بعيبه واغيره. لا مفيش حد بيتغير بعد الجواز. انا بتكلم ان هو يكون له تجارب ويزهق او يشبع او شبع، اللي فيه طبع ما بيبطلوش. انا معاكي جدا، انا موافقه في طبع. دي احسن نهايه نختم بيها. طبعا انا موافقه استاذ كريم، انا موافق انه الطبع ما بيتغيرش وبيزيد. ايوه مع السن، مع السن بيزيد وبيضيق اكتر. يبقى الراجل اللي بيحب الستات هيفضل يحب الستات عشان بيحب نفسه مش بيحب واحده. واللي بيحب واحده ده هيفضل يحب واحده مش هيحب عليها بالتوازي. والقلب يحب مره ما يحبش مرتين، سواء رجل او ست. خمسه نشكركم، نورتونا.